مهن بعيدة كل البعد عن تخصصهن الجامعي تلجأ إليها خريجات جامعات في سوريا لكسب لقمة العيش بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد، مثل الشابة نايا ديوب التي أمضت 5 سنوات في دراسة طب الأسنان، وعند تخرجها أدركت أن مهنة طب الأسنان لن تتيح لها دخلاً يعينها على توفير متطلبات الحياة في الوقت الراهن بسوريا. نايا واحدة من كثيرات من خريجات الجامعات في سوريا اللواتي يضطررن لترك شهادتهن وبدء مشاريع تجارية صغيرة لكسب لقمة العيش وسط أزمة اقتصادية حادة، حيث بدأت في صنع شموع معطرة وصابون يدوي، وأصبح دخلها الآن يكفي لتوفير مصاريفها الشخصية ودعم نفقات دراسات التخصص في طب الأسنان. أنا من لما كنت بالجامعة كنت أشتغل أسنان بالشمع، وكنت حب هذا الشيء، يعني النحت وفن الشمع كله. بعدين لما تخرجت كان قدامي كتير خيارات لحتى أنا أطلع مصروفي أو ساعد أهلي أو هاي، بس ولا واحد منهم قابل للتحقيق. بالأخير قررت أنه أعمل مشروع صغير لحالي، وبعدين صارت تساعدني هلا رفيقتي عن جديد فيه، فصرنا عم نلم بعض، كمان هي خريجة طب أسنان. ومع الوضع الاقتصادي الحالي توضح نايا أنه من غير الممكن أن يساعدها مشروعها في افتتاح عيادة لاحقاً لممارسة مهنتها الأصلية. الصراحة ما بظن أنه كمان بيطلع لي مصاري افتح فينا عيادة، بس بمشيني لحتى هلأ أنا مثلاً عم بختص كفي اختصاص، بيطلع لي مصروفي بيخليني مثلاً ما زيد عبء على أهلي. وعلى غرار نايا تركت ليلى الخلوصي شهادتها في الاقتصاد التي حصلت عليها عام 2016 وقررت تحويل شغفها بالرسم إلى مشروع تجاري صغير، وهي الآن تعيد تدوير الملابس المستعملة بتصميم رسوم عليها، بينما ما زالت تعمل في شركة للألعاب، وتتمنى ليلى أن يكون لديها مزيد من الوقت لتكريسه لعملها. بس أنا بحب الرسم، فأنا فيني استفيد من شيء أنا بحبه لا افتح في مشروع وطلع سايد ماني، ممكن هو يكون اصلا الشيء الاساسي بحياتي بعد ما، يعني ما بحس دائما الانسان رح يكمل دائما شغله او يكون تابع لشركه بيشتغل كموظف، بحس لازم يفتح مشروع الخاص ويكبره شوي شوي، بحس يكون له دخله الخاص اذا قدر ينجح فيه. هلا مشروعي لسه ما نجح بس لسه يعني بدايات. وبعد الانهيارات الاخيره لليره السوريه والتضخم غير المسبوق في البلاد وتمركز 90% من السوريين تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الأممية، يلجأ معظم السوريون إلى العمل في وظائف متعددة إن استطاعوا أو الاعتماد على تحويلات من خارج البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.